برنامج منامة مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج منامات، ومعكم فؤاد الأهدل. على مدار الساعة إن شاء الله تعالى راح نستقبل مناماتكم واستفساراتكم، ومعنا باستضافتنا الدكتور يوسف الحارثي مفسر الرؤى والمعبر المعروف. طبعا راح نستقبل رسائلكم على الاستيسي 847700 موبايلي 640660 وزين 7462 62. طبعا مستمعين الكرام، وردتنا بعض المنامات من ليلة البارحة، وزي ما أنتم عارفين أنه الوقت أحيانا ما يسعفنا، فنضطر نأخذ المنامات ونقولها في الحلقة الجاية. يعني اليوم إن شاء الله راح نقرأ منامات ليلة أمس. اللي ما سمع مناماته ممكن يروح على اليوتيوب ويدور منامات ويبحث على اليوتيوب، يكتب منامات ويكتب تاريخ الحلقة، وإن شاء الله تعالى راح تطلع له. طيب، بداية نرحب بالدكتور يوسف الحارثي. حياكم الله وأهلا وسهلا. الله حيك دكتور. دكتور، زي العادة يعني راح نقرأ المنامات حقة أمس في الربع ساعة هذه القليلة إن شاء الله تعالى، وبعدين نخش في منامات اليوم. المرسلة تقول، أو المرسل يقول، بنتي شافت رجالين لابسين عراقي عباية سودة وعباية بيج، وجو بيتنا ودخلتهم مجلسنا، وكان منور بالحيل وماني متوقع جايتهم، وكانت بنتي تسوي تبولة بهذا اللفظ. ما شاء الله تبارك الله، هذه لعلها بشارة لها، يعني يعني خطبتين أو شخصين من عرق طيب ومن أصل طيب، والله أعلم. جميل. يعني سيكونون سبب إن شاء الله، يعني ستتزوج بأحدهما والله أعلم، سيكتب الله لها يعني الخير في أحدهما، وكلاهما فيه خير إن شاء الله والله أعلم. طيب، المرسل أحمد العطاس جدة، من جدة، يقول أنا موظف في إحدى الشركات وأقوم بالأذان في بعض الأوقات في مسجد التقوى عند الشيخ نبيل الرفاعي، وحلمت أني أقوم بالأذان والإقامة في الحرم. ما شاء الله، هذا لعله إن شاء الله يعني توفيق لك في 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 هذا في الأذان، ولعله يعني ترقي في حالك في عملك، الله أعلم. طيب، نذكر مستمعينا الكرام الأرقام، على أرقام التواصل على السي سي 847700 موبايل 640660 وزين 746262. أيضا مرسل يقول أحلم دائما بأنني أطير، وأحلم بأني أشوف ذئاب وضباع في البر، طبعا متزوج ولي 3 أولاد. طبعا أولا إذا كان الطيران يعني فيه خوف، فهذا لعله يكون يعني أذى شيطاني وتخويف شيطاني، وكذلك رؤية هذه الحيوانات. وعندما ذكر هذا الأمر، هل هو في رؤية واحدة أو رؤية مستقلة؟ لا، في رؤية واحدة أظن، يعني بهذا اللفظ أحلم وأحلم. أي لا، لعله يعني أكثر، أو أنه استقل. نعم. طيب، على كل حال. طيب، الطيران غالبا إذا كان بدون خوف يكون يعني وفيه تحكم، هذا لعله يكون إن شاء الله أمنيات يستطيع إن شاء الله بعد توفيق الله أن يحققها، لكن إن كان فيه خوف فهذا والله أعلم يدل على يعني أذى وتخويف شيطاني، إذا لم يكن هو نفسه يعني يخاف أصلا من الأماكن العالية أو لديه فوبيا من الطيران، فقد يكون هذا الأمر يعني حديث نفس أو من الخوف النفسي الطبيعي والله أعلم. طيب، يا شيخ، المرسل يقول أنا خاطب من قبل 3 سنين، من قبل 3 سنين، وحلمت أكثر من مرة وأنا أتزوج بها. هذا يعني أظنه والله أعلم، هو قد يكون من التفكير وحديث النفس، لكن إن شاء الله نقول أنها تكون يعني رؤية ظاهرة ويتم هذا الزواج والله أعلم إن شاء الله. مرسل أيضا يقول رأى صديق لي أني توفيت، ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ الوفاة يعني تغير حال والله أعلم، وتجدد في حياة، فلعله والله أعلم يكون تغير حال لك أو انتهاء أمر يعني أنت تعاني منها، أو مشكلة أنت تعاني منها، تنتهي هذه المشكلة ويتغير في ذلك حالك والله أعلم. طيب، حلمت أن السماء تمطر سمك كبير بغزارة، وجدت بعض الأصدقاء والأقارب وأعطيتهم وأكلوا منه. نعم، وأكلوا منه. ما شاء الله، السمك غالبا رزق ورزق حلال، ونزوله من السماء هذا رزق كثير والله أعلم، ويعني يكون إن شاء الله تكون إن شاء الله يعني مكرما لأقاربك ولمن ذكرت في هذه الرؤية والله أعلم، إذا جاءك هذا الخير والله أعلم. جميل.
السلام عليكم، أنا شاب متزوج، لدي ابن، ورأيت في المنام أن يقوم بذبح ابني بسكين، ثم قمت بذبح الآخر علما بأنه ليس لدي إلا ابنا واحدا. هذا لعله ما شاء الله تبارك الله، هذا دلالة على بشارة لك بولد آخر، وتعق عنه عقيقتين. هذا الذبح هي عقيقة الابن، فلعله بشارة لك بابن آخر إن شاء الله قريب يعني، وتعق عنه عقيقتين خلال سنة والله ما شاء أعلم. الله ما شاء الله. أيضا رأيت أني واقف في سوق مواد غذائية، وفجأة إذا بفتاة أحبها متجهة نحوي وهي لا تراني، ويمسك بيدها الشمال عمها وهي مبتهجة ولابسة فستان أبيض قصير. نعم، ولابسة فستان أبيض قصير إلى هنا. هذا يعني لعله يعني تهيئ أمر يعني زواج، إن كنت أنت ترغب وتسعى في موضوع الزواج فلعله يعني زواج لك بإذن الله سبحانه وتعالى من إنسان قد تكون مقصرة، لكن إن شاء الله سيكون بينكم مودة ومحبة في ذلك، ما شاء الله. ولعلك تكون سبب إن شاء الله خيرها وصلاحها. يعني إذا لم يكن هذا الأمر موجود، قد يكون السائل الكريم متزوج ولا يرغب في الزواج، فقد تكون هذه دنيا، لكنها دنيا تحتاج منك إلى جهد، فيها نوع من التقصير أو فيها نوع من التفريط، لكن أنت تأتي إن شاء الله وتجتهد في هذا العمل وتحصل منه إن شاء الله خير ورزق، والله أعلم. طيب، رأيت أني على شارع أنا وخالي، وفجأة وإذا بسيارة السيارة هوندا مهيئة لزواج، ثم عندما اقتربت اتضح أنها صابونة ومكسرة. ثم نزل صاحبها غاضبا، فاتجه خالي إلى الأسواق، يقول أنا وخالي لسنا متزوجين علما بأن خالي كبير في السن. هذا لعله حث لك أخي الكريم يعني أنك تتدارك العمر ولا يعني ولا تسلك طريق خالك يعني تهمل موضوع الزواج وتتأخر في الزواج فتبادر بالزواج، فلعل هذه الرؤية يعني تحثك على أن تسعى في هذا في سبيل الزواج والسعي في الزواج قبل أن يقصر بك العمر، أو يعني لا تستطيع أن يعني في المستقبل تعجز عن اتمام هذا الأمر، والله أعلم. نعم مستمعين، احنا ببرنامج منامات، وطبعا حريصين ان نقرا مناماتكم، لكن حنقرا بس اللي المنامات حقت ليله البارحه او يوم امس، هي باقي يعني منامين او ثلاثه فقط، لانه ما ادركنا الوقت يوم امس. نذكر مره اخرى بالارقام، ارسلوا لنا على الاس تي سي 8477 00، موبايلي 640 660، وزين 7462 62، وراح ان شاء الله تعالى نقراهم كلهم على طول بإذن الله، واللي ما نلحقه راح ينقري إن شاء الله في الحلقة الجاية. مرسل أيضا يقول: يا شيخ، رأيت منام عن فتاة أعرفها وأراها في أغلب المنامات، وهو أنه كنت أنا في سيارة جدي وهي جمس عائلي، وكنت جالس في الخلف ولا أعلم من الذي كان معي، وكأني كنت أنتظر الأهل يخرجون من صالة أفراح، وفجأة خرجت الفتاة ووقفت عند باب قاعة الأفراح، وكانت لابسة فستان أبيض وعلى حلقها سلسلة من حديد لونها ذهبي، والفتاة لم تكن مبتسمة بل كانت منزعجة من أمر ما، وعندها انقطع المنام. يقول: يوجد خلاف بيني وبين أخو الفتاة. على كلنا، أنا أتوقع أن هذا الخلاف سيزول إن شاء الله، ويعني الرؤية هنا مقلوبة، لعله إن شاء الله هذا الخلاف وهذا الانزعاج يصلح، ويكون سبحان الله ما من كما يقال يعني ما من محبة لا تأتي بعد عداوة، فلعله إن شاء الله بعد الصلح سيكون بينكم مودة، ولعله صلة نسب، والله أعلم. طيب، رأت ابنتي أن يطير أو أن طير الحمام يحترق، علما أن أختها الكبرى تقدم لها عريس، وتقول: أريد أن أعرف هل للحلم دخل في ذلك؟ يعني هذا والله أعلم، تقدم عريس ولم يتم ولم تتم الخطوبة، يعني ما ذكرت إيش صار بعد كذا، قلت تقدم لها عريس. لا، هذا إن شاء الله لعله إن شاء الله تحقق أمنية في هذا الأمر، ولعل هنا احتراق الحمام يدل على دلالة أخرى يعني مختلفة عن كالمعتاد، لعله عدم أو وقوف موضوع الزواج سينتهي إن شاء الله إن شاء الله. يزول بإذن الله سبحانه وتعالى، مانع الزواج سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتم هذا الزواج، والله أعلم. جميل. في مرسل دكتور أرسل باستفسار حقيقة مو منام، يقول سؤال يقول: في مشايخ يقول من مفسري الأحلام عندما تسألهم عن تفسير الحلم
يقول المفسر إن سيارتك مثلا كفرها ممسوح أو بطنك يتعبك، أو يسأله صح أو لا، فيسأل يقول عندما تسمع كلامه تجده صحيح، فالسؤال يقول هل هذا تكهن أم هو علم؟ أخي الكريم، الرؤيا يعني فيها دلالات كثيرة، وممكن أن تكون هناك علامات عرف من خلالها هذا الأمر، وقد هذا الأمر ذكره علماء الإسلام، يعني الذين يتهمون أمثال هؤلاء بمثل هذا الشيء ويدعون أنه من التكهن والوهم ومن الشعوذة، هذا غير صحيح. يعني أذكر أن ابن القيم وكذلك القرافي إذا تكلموا قالوا ربما يستخرج عدد من الأشياء ومن الأحكام في الرؤية القصيرة، بل ذكروا مئات الأحكام، فربما هناك علامات ودلالات خفية هو عرفها ومن خلال الرؤية اتضح له هذا الأمر أن هذا الشيء موجود. وأنا أذكر قبل يعني يمكن لا يقل عن 10 سنوات شخص سألني عن أمور وذكر هذا الأمر، يعني إذا سألني عن أنه كان تحت شجرة وأخي كان تحت الشجرة وذهب هذا ذهب أخي وهو جلس تحت هذه الشجرة وقام بقطع بعض العروق من الشجرة، عرقين، وهناك عرق صلب ما استطاع أن يقطعه، وثم وجد أخيه يرمي في داره بنار. أنا ذكرت 7 أمور في الرؤيا، الشخص مباشرة قال أنت كاهن شعوذ، من استغرب. ذكرت له قلت له أولا أخيك توفى، قال نعم. قلت يعني أبنائه تزوجت 2 منهم، قال نعم. قلت وبقيت أم الزوجة قريبة وأنت تقوم على أمورها، قال نعم، أقصد زوجة أخيك، قال نعم. قلت أخوك وصاك في أن تسدد البنك العقاري وأنت ما سددت، هو مباشرة قال أنت مشعوذ. سبحان الله العظيم. طبعا أنا أفهمته يعني من أين أخذت هذه الدلالات، والحمد لله يعني منهجي من منذ عقدين فضل الله في قديما في جريدة المدينة وغيرها، من أنا أحاول أن أذكر وجه التعبير لأن حدث الناس بما يعرفون. فيعني أوضحت له أن هذا الأمر حصلت من هذا من هذا من هذا الشيء، يعني من هذه المعلومة على من ذلك من تلك الدلالة ومن ذلك الرمز، وذكرت يعني الوجه، فاقتنع الشخص ويعني وأوصيته ببعض الأمور وكانت إن شاء الله خير له هذه الرؤية. يعني حقيقة نحن أحيانا نحكم بأحكام ونحكم بأمور ونحن لا نعلم هذه الأمور، الذي يحكم في هذه الأمور صاحب التخصص. يأتي إنسان مثلا ميكانيكي مثلا وشخص طبيب فيقول أنت معك الشيء الفلاني بناء على علامات وقرائن معينة يعرفها صاحب هذا التخصص، أليس كذلك؟ صح. لماذا لا ننتقد هذا الشيء؟ نقول أنت كاهن اشتراك أن الماكينة فيها العطل الفلاني وأنت ما فكيت الماكينة. صحيح. إذن هو لديه علامات معينة يستدل بها من خلال هذا الأمر، أو يقول أنت لديك العلة الفلانية، طيب أنت ما كشفت وعرفت من خلال كلامي بهذا الشيء؟ نعم هناك يعني علامات معينة يستطيع أن يستدل بها صاحب التخصص الذي رزق الله سبحانه وتعالى يعني فهم وعلم بهذا الأمر. ولهذا الذي ينتقد بهذه الطريقة ويرمي بهذه الكلمات جزافا اتق الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أن شيخ الإسلام تيمية تكلم عن الشهاب العابر وهو من كبار المعبرين في القرن 6 الهجري أو 7 الهجري، وكان يخبر بأشياء عجيبة، فقال ابن تيمية رحمة الله عليه وقد قيل أنه له رأي من الجن، يعني وهو ليس كذلك. يعني قالوا أنه يعني هذه الأمور يخبرون بها الجن وهو ليس كذلك، لأن هناك علامات خفية يعرفها الإنسان صاحب التخصص أحسن يعني 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 لا يعرفها غيره، فلا نرمي بهذا الأمر. وهذا يعني يتق الله من يقول هذا الكلام، لأن يعني هذا اتهام. وفرق ذكر ابن القيم هذه النقطة ولا بد أن نذكرها الآن، ذكر أنه فرق بين من كان منهجه ومصدره في هذا العلم منهج رباني على هدي الكتاب والسنة وعلى هدي كلام العرب وعلى هدي العرف والعادة، ومن كان منهجه من الكهان مثلا والمنجمين، من كان منهجه السحر والتعامل مع الشياطين. نحن لا نقرن بشخص يعني هذا صنعته وهذا مصدرها مصدر رباني وشخص مصدرها مصدر شيطاني، هذا من الظلم ومن الإجحاف
ومن التعدي يعني في في في, في على الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. هذه صنعة بالضبط. وهذا علم ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أصوله وله قواعده وله ضوابطه. من يتكلم ومن يرد هذه الأمور يتكلم في أمر، ولم ينكر هذا الأمر إلا بعض أصحاب المذاهب الفاسدة كما ذكرنا سابقا. ولهذا يتنبه الإنسان ولا يرمي بالأحكام جزافا، ويعني يقول كلام قد يحاسب عليه في الآخرة وعند الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اتق الله الإنسان أيا كان، كاتبا خطيبا أيا كان، لا يجوز أن يرمي بهذا الكلام ويتكلم بكلام عمومي وهو لا يعرف هذا الأمر، والله المستعان. جزاك الله خير دكتور على توضيح المسألة. نرجع لقراءة الرسائل، بس نذكر بأرقام التواصل على الاستيسي 8477 00، موبايلي 640 660 640 660، هذا موبايلي، وزين 7462 62. وممكن إن شاء الله تعالى راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 7005749. دكتور نرجع لقراءة الرسائل. المرسل محمد يقول أعزب والعمر 26، حلمت يقول إني في المسجد مع الجيران، وخالي اسمه سعيد وأقام الصلاة، ابن الجيران شاب اسمه ماجد، ولكنه يقول اتلخبط في الإقامة وطلب مني أن أقيم الصلاة بدلا عنه، وقمت من مكاني ومسكت الميكروفون وقمت الصلاة وكلهم صلوا على الأرض ما عدا أنا صليت على إسفنج جديد. يقول في حلم ثاني، وحلمت أني في مكان يشبه الصحراء والوقت ليل، ومعي سيارة جديدة وشغلت الأنوار الأمامية، وكان النور جدا قوي وواضح، وكان في ناس يرقصون رقصة شعبية بدون موسيقى ويرددون قصيدة جميلة جدا تتكلم عن الدعاء وأهميته، وكان معي عطر وخالتي أو ما أدري مع عطر آخر أو حاجة زي كذا، وأهديته لأمي. علما يقول أني أمر بمشاكل وأدعو أنه الله يفرج همي. على كل حال يعني لعل الرؤيتان كلاهما تدل على صلاح الحال. يعني الأول صلات معينة تكون فيها إن شاء الله يعني فيها شيء من يعني الخلاف، لكن يكون فيها إن شاء الله شيء من التوائم والتوافق بين الله سبحانه وتعالى. الصحراء قد يكون هناك جفاء، الصحراء ترمز إلى الجفاء، ووجود النور كذلك، ووجود الأمور المريحة، ويعني كما يقال الأشياء التي تسعد الإنسان في هذه الرؤية لعله إن شاء الله ترمز إن شاء الله إلى انتهاء هذه المشاكل وحصول المودة والتقارب والألفة فيما بينكم، والله أعلم. جميل. مرسل يقول السلام عليكم، ولد زوج أختي حلم لأختي الكبرى وهي متوفية، يقول إنه شافها ويقول نصيحتها طيبة، جدنا أو نصحتها طيبة، نصحتها طيبة أن صحتها طيبة، يمكن أن صحتها نعم أن صحتها نعم. هو عفوا نعم كنتكم يعني متصلة يعني وصل الحرفين صراحة، وكان نصحتها أو حاجة كذا، ويقول إن صحتها طيبة وجدنا، وسألها عن حالها، قالت الحمد لله أنا بخير، ولكن هذا المكان متعبني، وتأشر على خصرها. المرسلة أم محمد. وهي متوفاة هذه المرأة، الجدة ما أدري. نعم هي متوفاة، نعم صحيح صحيح نعم. على كل هذه لعل يعني أخي الكريم تتفقدون هذه الميتة والله أعلم بشيء من الصدقة والدعاء، يعني لعل هناك بعض الأمور التي أثرت فيها، تصدق يعني بنية أن الله سبحانه وتعالى يعافيها من هذا البلاء الذي تمر به، والله أعلم. جميل. رأيت أن زوجتي الثانية، مرسل يقول، ذهبت بي إلى زوجتي الأولى وأمها لكي أخذ ابنتي، وأخذتها وإذا بابنتي تكرر كلمة، كل كلمة أقولها، يقول تكرر كل كلمة أقولها أنا وتقولها أمها، وبعدها أرجعتها إلى أمها. وفي نفس الحلم إنه أهلي أتوا، وكان عندي زوجتي الأولى وأخي بدأ يضربها لأنه رجعت لي وأنا أدافع عنها وأضرب أخي. يقول متزوج بامرأتين. معلش أعد مرة أخرى يعني كان في طيب. رأيت أن زوجتي الثانية ذهبت بي إلى زوجتي الأولى وأمها لكي أخذ ابنتي، فأخذتها وإذا بابنتي تكرر كل كلمة أقولها أنا أو تقولها أمها، وبعدها أرجعتها إلى أمها. وفي نفس الحلم أتوا أهلي، وكان عندي زوجتي الأولى وأخي بدأ يضربها لأنه رجعت لي
وأنا أدافع عنها وأضرب أخي متزوج ولدي بنت حديثة أو بنت مولودة حديثا من الأولى، وعلى خلاف شديد يقول معها وهي عند أهلها، ومتزوج حديثا من الثانية. على كل حال يعني واضح من الرؤية إن شاء الله يعني أن هناك إن شاء الله سيكون توافق فيما بينكم، يعني في زواجك الأول وزواجك التالي. البنت هذه لعلها يعني هو الهم الذي البنت الثانية اللي من الزوجة الثانية هذا هو الهم الذي تشتكيه إن شاء الله. سيكون هناك توافق يعني ما بين الزوجتين إن شاء الله، يعني بينك وبين الزوجة الأولى، والتوافق دلالتهم مأخوذ من تكرار الكلمة من هذه البنت التي هي ليست من الأولى من الثانية ليست من الأولى إنما هي من الثانية، تكرار المقصود به هنا التوافق، توافق فيما بينك وبين الزوجة الأولى، وتوافق فيما بينك إن شاء الله أو بين الزوجتين، والله أعلم. نعم دكتور، لعلنا يعني نخرج لفاصل قصير، لكن قبلها نذكر بأرقام التواصل على STC 847700، موبايلي 640 660، وزين 7462. مستمعينا نخرج لفاصل قصير ونرجع لكم، خلوكم معنا. برنامج منامة مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مجددا في برنامج منامات. نكمل قراءة المنامات اللي وردتنا على الاس ام اس، وراح نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية على الاستي سي 847700، موبايلي 640 660، وزين 746262، وممكن تسمعونا عن طريق الموقع www.alifalif.fm.com www.alifalif.fm.com. طبعا رقم التواصل هو 700-57-499. دكتور مرحبا بكم مجددا، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. دكتور لعلنا ناخذ أول الاتصالات، المتصل الكريم أبو سامي من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أبو سامي. الله بخير، مساك الله بالنور، حياك الله. عندي موحد، تفضل. حلمت بأني أرى في جو خيال، يعني أرى الكواكب وأرى النجوم وأرى يعني السماء يعني كاملة واضحة جدا جدا جدا، وكنت أرى أيضا جميع البلاد التي تخطرها البال، رأيت أستراليا، رأيت بعض من الدول العربية، أرى الناس يمشون في الشوارع يعني كذا، سبحان الله شيء عجيب، يعني كأنهم أمامي في أستراليا، في قطر، في المغرب، في يعني جميع الدول تقريبا، ما أقدر أحصرها كثيرة. طيب ما أدري إيش تفسير هالحلم، يمشون كيف وكان سبحان الله يعني الجو يعني جو خيال وأمطار، وكان كذا كأنه في الليل يعني مو في النهار. دكتور كيف يا أخي الكلمة أعد، يعني كيف يمشون الناس بأي طريقة؟ نعم يعني كيف طريقة مشي الناس؟ كان عادي يمشون المشي عادي عادي جدا، أنا أشوفهم في الشوارع كذا سبحان الله، يعني يجي بالي في استراليا، أشوف استراليا، أشوف خريطتها قدامي، وشوي كذا يعني النظر يقرب يقرب لين أشوف الناس في الشوارع عادي ماشيين عادي. لا واضح، يعني أنت يعني تقصد أنك تراهم يعني كأنك ترى يعني يعني عندك قوة نظر أو قوة بصر تنظر إلى يعني هذه القارات وهذه الدول في أماكنهم يعني. أي نعم، قاعد أرى المجرات كلها كذا والكواكب، وكنت مبسوط وأطالع أشوف يعني. إيش تخصصك أخي الكريم؟ معليش. نعم. تخصصك. نعم. تخصصك أخي الكريم، عملك يعني. والله أنا أعمل علاقات عامة. يعني ما شاء الله، تعقيب وحاجة كذا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عمل خاص، يعني عمل كما يقال يعني أهلي أو حكومي، شركة قطاع أهلي. ما شاء الله، على كل طبعا هو طبيعة العمل سبحان الله، طبيعة عملك هي مؤثرة عليك في هذا الأمر يعني. والله أنا أعمل أيوة أكمل أنت إيش؟ نعم أبو سامي، أقول أنا طبيعة عملك تؤثر عليك في عملك يعني، يعني علاقاتك، أمورك، يعني عملك، تواصلك، أليس كذلك؟ نعم. متحمس أنت لعملك على كل، هذا يعني والله أعلم، هذا سيكتب الله لك توفيق يعني، ويكتب الله لك يعني تطور في عملك وزيادة في عملك، بحيث أنك تكون يعني علاقاتك أكبر
يعني تواصلك مع الناس أكثر يعني، فلعله هذه بشارة بهذا الأمر، بنجاحك في عملك نجاح طيب، وهذا يدل على أنك إن شاء الله عندك قوة كما يقال، يعني قوة نظر وقوة يعني قوة في تواصلك مع الناس وعلاقاتك مع الناس، يعني تستطيع أن تصل للناس بسهولة، لعله بشارة لك بتوفيق في هذا الأمر وتطور في عملك هذا، والله أعلم إن شاء الله. طيب في حين ثاني، طيب سريعا أبو سامي معلش. كنت أصلي يعني في المنام، كنت جالس أصلي بالظاهر في مسجد النبوي تقريبا أو حاجة كذا، المهم أنه في واحد جاء بيقطع السلام قدامي، فحاولت أني أدفه وبرضه رجع مرة ثانية بيقطع السلام قدامي، فحاولت أني أدفه برضه رجع، فأنا زعلت كذا وصايحت أنا وياه، والناس قالوا قاموا يهجمون فيني زي كذا، قلت كيف يقطع صلاتي ورسولك السلام أمر أنه ما حد ما تخلي أحد يقطع صلاتك ومن هالكلام ذا. طيب. أنا أتوقع أن هذا الأمر من الأمور الطبيعية والهم الطبيعي، أنت يعني تنزعج يعني عندما ترى أحد يقطع صلاة أحد، أو أنك يعني أنت تحرص أن ما أحد يقطع صلاتك، أليس كذلك؟ نعم. هي هذا من هم النفس، ويعني إن شاء الله أنه هم في خير وطاعة، يعني هم يعني من هم النفس يعني من تفكيرك يعني، وزود حرصك إن شاء الله، فهذا يكون في المنام يعني كما هو في الواقع، والله أعلم. شكرا لك. شكرا أخوي بسامي، يعطيك العافية. نرجع نقرأ منام على الإسمس وثم نعود لاستقبال اتصالات. مرسل يقول حلمت أن لي دقن طويل وشعر طويل اللون، واللون أسود ولون وجهي أبيض، علما أني أحلق الدقن والشنب، متزوج ولم أرزق بأطفال. ما شاء الله، هذه لعلها إن شاء الله لعلها بشارة في زيادة في يعني بشارة بزيادة في أمور دينك ودنياك، ولعله كذلك بشارة بذرية، والله أعلم، لعله بشارة لك بولد كذلك، والله أعلم. طيب من نذكر المستمعين بأرقام التواصل على الاستيسي 847700 موبايل 640660 وزين 746262. نأخذ اتصال آخر، نقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معي برنامج منامات ثاني. معك منامات، مين معي؟ معايا منصور السلمي. حياك الله منصور، تفضل. يا شيخ كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. يا شيخ أنا عندي حلم إني كنت في الصحراء كبيرة ما في ولا واحد فيها، وكان في حيوانات مخيفة. يعني إيش؟ ألو. طيب للأسف قطع الخط. منصور لعلك تعاود الاتصال بنا وإن شاء الله نكمل المنام. مرسلة نورة، اسمها نورة 16 سنة، تقول رأيت أني أنا وأبي نقف على شفا حفرة كبيرة، أظن هذا المنام مرينا عليه، نرى به سواد ماء كثيف وبها عوامة، كأن أبي يريد مني أن أنزل بها، وكأنه يريد الخلاص مني ولكني رفضت، ثم أخذني ونزل بي ثم سقط ومات، وعدت أنا وخرجت. فسرناها قبل أيه. مرة علينا. طيب متزوج وعندي أبناء، يقول وقد انتقلت لوظيفة جديدة مرموقة جدا، ولكن حتى الآن لا أعلم عن الراتب وميزات هذه الوظيفة، يقول رأيت في حوش منزلي فرخ الهدهد، وبعدها جات أم الهدهد وكانت خايفة علي، وبعدها رأيت خادمتنا تعطيني بيض كبير كأنها أخرجتها من حفرة، وكانت تخرج البيض من الحفرة وتعطيني، وكان البيض كبير وكأن عليه نقوش بنفس لونه الأبيض، وكنت أنظر بالحفرة وكانت هناك بيضة كبيرة جدا ظهر نصفها، يقول وانتهت الرؤية هنا. ما شاء الله، عد بداية الرؤية إيش قبل الهدود؟ بداية الرؤية معلش عدها. إنه في حوش، رأى في حوش المنزل منزله الفرخ الهدهد، وبعدها جاءت أم الهدهد. نعم. هذا لعله يعني طبعا ما ذكر شيء من حاله، ولا اللي ذكر هو يقول متزوج وعندي أبناء وانتقل لوظيفة جديدة لكن مرموق، يقول ولكن حتى الآن لا يعلم عن الراتب الوظيفة أو مميزاتها بالتفصيل. على كل هذه ما شاء الله تبارك الله، هذا يعني الله سبحانه وتعالى دلك على أمر خير، وأنت يعني أو أمر يعني طيب في انتقالك في هذه الوظيفة، وإن شاء الله ستحقق هذا الأمر وتفرح بأمور ونتاج لهذا الأمر، يعني بجهدك إن شاء الله وبعد عون الله سبحانه وتعالى ستحصل على نتائج طيبة، وستكون إن شاء الله مصدر خير ودلالة خير ويعني نفع للناس إن شاء الله في هذا العمل الذي أنت فيه، والله أعلم. جميل. نأخذ اتصال معنا، نقول ألو. الأخ ياسر أو أخت مريم. السلام أيوة. عليكم. الأخت مريم من مكة، أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور يوسف.
حياكم الله. عليكم السلام. تفضلي انت على الهواء. طبعا يا دكتور الحلم مو لي لوحده اسمها زهره. طيب رات البنت رات وكان اعتمرت وتبحث عن مكان لتصلي ركعتين. طيب وفي حضنها كانت بنت صغيره الى انتهى المطاف بها دخلت بستان ذو اعشاب كثيره ووضعت البنت لتصلي ورات نفس البستان عمها وامها وهم متوفيان في الحقيقه. سلمت على عمها ولم يرد عليها السلام لكنه صافحها. أما أمها كانت تقرأ من القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله إلى آخر الآية من سورة التوبة طبعا. وكانت تبكي لها أمها في الأصل يعني كانت ما تعرف القراءة. وبعدها تغوطت بنتها اللي كانت معها ونظفتها ثم أخذت تبحث عن سيارة لترجع البيت لكنها امتنعت عن دفع الأجرة للسائق وفي نفسها يعني تدفع الأجرة إلى أن تصل البيت. كانت خايفة على نفسها ليوجد مبلغ مالي كبير عندها وخلاص وصلت البيت إلى هنا الحلم. نعم. والحرمة طبعا متزوجة وعندها عيال. نعم. على كل هي لعلها يعني المرأة إن شاء الله فيها خير ولديها مقاصد طيبة تسعى لها. وهناك بعض الأشياء المؤذية لها يعني الظاهر يعني من جيرانها هناك مشاكل لها مع بعض الجيران وسبب ذلك والله أعلم أنها يعني هي لديها شيء من الجفاء والله أعلم أو شيء من عدم التواصل معهم أو عدم التعاون معهم ولهذا أو لا تؤدي شيء من حقوقها. أوصيها أختي عشان تزيل هذا الأمر يعني هناك هي منزعجة من هذا الأمر غير محبوبة. أوصيها بشيء من الصدقة وأوصيها بالتواصل مع الناس يعني تعطي الناس حقوقهم إما بالصلة أو كذلك بالزيارة أو يعني يطلع حق المسلم الأساسي إن شاء الله بإذن الله سيتحقق لها هذا الأمر والله أعلم. لو سمحت لها حلم آخر. طيب طبعاً سريع كأنه في وقت المغرب والناس يتوضعون للصلاة بعدهم ذهب المسجد وبعدهم يصلون في الشارع لكن رأت الشمس وهي تغرب كانت له نار شديد الصرار. واضح هذا لعله يعني هي الظاهر أنها تستعجل بأشياء في غير وقتها يعني لديها شيء من العجلة وهذه الأشياء والله أعلم يعني قد ما تخدمها قد تضرها والله أعلم. هي مستعجلة في بعض الأمور لأن الصلاة ما تكون صلاة المغرب إلا في وقتها وبعد غروب الشمس فهي الظاهر أن لديها شيء من العجلة وعدم الصبر هذه العجلة قد تضرها وقد تسبب لها مشكلات والله أعلم. نعم شكرا أخت مريم. يعني دائما تحلم بوقت الغروب. وقت الغروب؟ أي نعم وقت الغروب يعني قد تكون يعني في لديها شيء من الحزن والله أعلم عندها شيء من الحزن وشيء من يعني الناس يعني تفتقد يعني للناس كثيرا والله أعلم يعني شيء عندها شيء من يعني الحزن يعني ترى نفسها غريبة أو ترى نفسها يعني في نهاية أن الناس لا يهتمون بها والله أعلم لكن هذا الأمر يعني غير موجود وغير صحيح لأن هذا يعني هذا الوقت هو وقت حزن لكن لعلها تشغل هذا الوقت بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى نعم. لعل هذا الشيء يعني يذهب هذا الحزن الذي لديها والله أعلم. نعم شكرا أخت مريم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. طيب الآن نأخذ أيضا اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو أنت ببرنامج منامات على الهواء. السلام عليكم. طيب يبدو أنه ما هو موجود أو غير مستوعب. نأخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. أنت برنامج على الهواء برنامج منامات. السلام عليكم. طيب نرجع لقراءة الاس ام اس. نذكر بالأرقام قبل ما نقرأ الاس ام اس على الأرقام التالية STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262 وعلى رقم الهاتف 700574999. مرسلة تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 28 سنة غير متزوجة وليست لي وظيفة ونعاني من مشاكل سببها والدي. حلمت أنني ذاهبة مع والدي بسيارة وفجأة وجدنا أنفسنا نغرق في البحر وخرجت من السيارة وكنت أحاول أن أطفو على السطح مع العلم تقول في الواقع والدي لا يحب أن يأخذنا بسيارته إلى أي مكان وأصبح حلم الذهاب تقول هي حلم الذهاب إلى البحر يتكرر فمرة أحلم أنني أتمشى على البحر وحدي ومرة أخرى وأنا أمشي على كثبان رملية قريبة من البحر وأشعر بخوف شديد. نعم
كي لا أسقط أو نعم بخوف شديد. أنا أتوقع أنه هذا من يعني التفكير في هذا الأمر وانشغال النفس بهذا الأمر والقلق الذي يحصل يعني والرغبة في هذا الشيء، فلعله يعني والله أعلم هذا من تعلق النفس بهذا الأمر. على كل حال يعني الإنسان يستطيع أن يعني يعوض هذا النقص أو هذا التقصير من الوالد بأشياء أخرى إن شاء الله، ولعله بشيء من حسن المعاملة مع الوالد ويعني حسن الكلام بإذن الله قد يحصل منه توافق معكم في هذا الشيء ويحقق ما تريدون الله أعلم. طيب المرسل فيصل القحطاني، طيب إن شاء الله رح نعطيك الرقم، تتصل على نفس الرقم على رقم 0261611100 وأبشر إن شاء الله رح نعطيك رقم الدكتور بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. مرسل آخر يقول حلمت بسحابة خضراء بها كثير وكثير من فوق ما أدري ومن تحت وعليه غراب، بهذا اللفظ ما أدري إن كان واضح الدكتور ولا. أعد معليش. حلمت بسحابة خضراء ويقول بها كثير من فوق بس ما أدري أحس إنه في شيء ناقص ومن تحت وعليه غراب، ما أدري ما هو متضح عندي. نعم نعم أنا أظن أخي الكريم أنت لديك والله أعلم هذا شيء يعني لعله شيء من يعني التشاؤم وشيء من يعني الخوف، وهذا حقيقة يعني سببه في نفسك، يعني أنت تستطيع يعني أن تغير هذه الحالة في نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، والتشاؤم من والتفاؤل هي أمور نفسية وأشياء يصنعها الإنسان لنفسه، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي عندما يقول الله سبحانه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فالإنسان بحسب ظنه بالله وحسب ظنه بالناس وظنه حتى بما يحصل له من الله سبحانه وتعالى يحصل له ذلك الخير وذلك الغير يعني من الخير. نعم. لكنه إن شاء الله إذا أحسنت إن شاء الله هذا الشيء على قلبك، يعني السحابة تمثل القلب يعني وتمثل النفس يعني، فلعل أنت لديك نظرة والله أعلم سوداوية أو نظرة سلبية لبعض الأمور وسببها والله أعلم يعني نفسك، أنت تستطيع أن تغير هذا الأمر بدل أن تتشائم تتفاعل، وهذا التفاعل إن شاء الله هو الذي سيزيح هذه الغمامة عن نفسك والله أعلم. طيب دكتور لعلنا يعني أزف الوقت لأذان العصر فراح نخرج لفاصل قصير دكتور يوسف إن شاء الله تعالى، ومستمعينا الكرام راح نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل، خلوكم معنا إن شاء الله وراح نستكمل قراءة المنامات واستفساراتكم واتصالاتكم بإذن الله تعالى. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج منامات، الحقيقة ما تبقى إلا القليل لكن لعلنا نأخذ اتصالات أو اتصالين بالكثير. دكتور يوسف مرحبا بك مجددا، حياكم الله يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور. نأخذ الاتصال هذا من الأخت نادية. الأخت نادية من الخبر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور؟ أيوة تفضلي بس على عجالة بالله. أديك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. أنا البارح تحلمت أبوي الله يرحمه أنه قاعد يصلي فوق جدار جيراننا لابس ثوب وشماغ، طيب وكان يعني الجدار اللي يوقف فوقه حيطيح بس سبحان الله كان واقف قاعد يصلي وبس. الله يديك العافية ما شاء الله. هذا لعله إن شاء الله بشارة بتمام الصلة بينكم وبين جيرانكم، يعني هناك شيء من الخلاف فيما بينكم، في شيء يعني في مشكلة بينكم إزعاج معين. أخت نادية ما هي موجودة دكتور عن خط. على كل حال هذا يعني لا يمثل يعني لا يرمز شيء يعني لشيء من الميت، إنما هذا شيء يتعلق بحسن الصلة من والدهم سابقا وحسن الجوار من والدهم سابقا، هذا سيكون إن شاء الله فيما بينهم يعني سبب خير وسبب صلاح وسبب يعني لحل كثير من المشكلات. نعم. والخلافات التي تحصل يعني بشكل طبيعي بين الجيران والله أعلم. نعم نأخذ اتصال آخر. ألو ألو السلام عليكم، أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. كلمة أخت مين؟ من معي؟ نورة. تفضل يا أخت نورة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بس أنا حاب أسأل، أني شفت أنا في الحلم أنه أسناني التركيبة طاحت ومكانها طلع. للأسف انقطع الخط.
يعني أتأسف مستمعين الكرام، للأسف الوقت انتهى. لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل نفس المنوال بإذن الله. الرسائل اللي ما قدرنا نقراها راح نقراها بكرة. دكتور يوسف أشكرك في نهاية الحلقة، جزاك الله خير، وإن شاء الله تعالى مستمعين الكرام ملتقين في نفس الوقت. كنت معكم من برنامج منامات فؤاد الأهدل، نقول لكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف أف أم، طول مشوارك واسمعنا على ألف ألف أف أم.